برد، هذا البرد اللي يدوره كل واحد بالصيف. ومع جنرال تيك عندهم عرض اسمه سوبر كول في فرع صلالة والوادي الكبير وصحار من 20% إلى 70% هجوم على المكيفات. قبل أخبركم أسعار المكيفات، السعر اللي بتقروه هو اللي بتدفعوه، لأن الأسعار شاملة الضريبة. يعني لو مكتوب ريال تدفع في الكاشير ريال، ما في عليك ضريبة، الضريبة شاملة السعر. مكيفات الويندو بوحنة، الطن ونص ب105 والطنين ب120، 6 ستار. الله على أسعار مكيفات الجنرال تيك، ضمان سنة كامل، 5 سنوات كمبريسر 7.5، النجمة 99 طن، طن ونص 110، طنين 145، طنين ونص 180، 3 طن ب235، والأسعار شاملة الضريبة. المكيف الجديد موديل 2024، اقرأوا المواصفات قبل لا تشترون المكيف، ضمان سنة 5 سنوات كمبريسر ب115 طن ونص. الطنين بكم بصدمكم؟ الطنين ب150 ريال. معقولة؟ نعم معقولة. يبون مكيفات انفرتر موفرة للطاقة 7.5 نجوم، طن ونص ب165، انا انصحكم وقروا المميزات اللي فيه. كمبريسر بيستون صناعة تايلندية، الماكينة الكبيرة، الطن ونص بكم؟ ب199 ريال. والوقافيات موجودة، 3 طن ب340، 4 طن ب430، 5 طن ب490. مراوح الهواء ب110 وب85. اللي يبون الأفران يحطوها في السيراميك على 50، وعندك نوع هني على 60، وهذا فرن كهربائي على 54 ريال يا بلاش. وفي عندكم أشكال وأنواع، اختاروا السعر والحجم اللي يناسبكم. صناعة تركية على 90 على 80، وعندكم صناعات أخرى وأشكال أخرى، اختاروا منها اللي تبونها. فول اتش دي، الرسيفر موجود داخله، 32 بوصة 29 ريال. عندهم إلكترونيات هني مختلفة ورخيصة، منقي هواء، منقي هواء عن البكتيريا ب10 ريال، وعندكم أشكال أخرى وحجام أكبر. هني تعال وشل، ما يحتاج نتكلم، إلكترونيات تعال وشل. الثلاجات الطويلة وثلاجات الفريزر، أسعار كم هني؟ 46 ريال، 46 ريال، 60 ريال. الثلاجات هناك رخيصة جدا، مالت الماي، وأيضا الناس اللي بيعملوا للمساجد على كم؟ تخيل تاخذ 99 ريال تحطيها في مسجد، شوف الأجر اللي تاخذه بإذن الله. ويلكم تو جنرال تيك، الوادي الكبير، صلالة، صحار، نفس هذا العرض في الثلاث أفرع. حيا الله بشيخ خليفة. حيا الله أبو حمد. منور. نورك حبيبي. بقول لك حاجة. قول. سيارتك زينة. الحمد لله. فيها فوائد. الحمد لله رب العالمين. أكل. سفر. الله. فعلان. الله أكبر. تلفون. الله أكبر. طورات. الله أكبر. أول ما شيء طورات غزلين أشتري في الشهر. نطلع معاشي. احنا كباتي من درسك. الله أكبر. احنا سنتوزع. الحمد لله تستاهل. يجودوا علينا الخيرين بمالك. ونحن. بمال الخيرين نجودوا. الله أكبر.